السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. والحكاية رحنا زايدين فيها القدام، لا تقولوا الشيخ الله الغادي يسمح. نطقت العزوج قالت له اسمع أوليدي وروح خرج سيدنا محمد سجده وروح درت لي هاد الحشومة. مشى تمشى مع سيدنا محمد خرجوا، قال له وليدي، قال له نعم، قال له راه غادي نصيفط لك العودة، علاش غادي تجي عندنا للصحابة؟ قال اسمعوا الطاعة يا حبيبي يا محمد. هو مشى وهي تدور فيها العزوج، قالت له شوف وليدي ماشي حشومة عليك تبهدل بيا، أما علاش؟ تمشي وتكذب على سيدنا محمد وتقول له روح لما وقول لها راني نقد نجاهد وتكذب باش تخلي سيدنا محمد يجي للدار. قال لي الله يا امو انا راني ما قلت له، ما قال لي ما والو، هذا الشيء راه كيجي من عند سيدي رب العالمين. كيفاش راه يجي من عند الله؟ انا ما كنقول والو، يجي من عند الله. ايه يا ولدي، قالت له حقيقه ابوك كان سجيع وحتى انت يعني بغيت تخرج سجيع، ولكن حشمت بيا راك باقي صغير. كيفاش راك باقي صغير ما تقدرش؟ قال لي هما اللي خلالو شي بوا عقبه يطلعها، وبصح اللي خلالو شي بوا عقبه يطلعها، كان كيما خلاك كان باك رقبه حتى انت تخرج رقبه، كان باك شماتة تخرج شماتة، راه كل حاجه باب المستوى. ناضت يا جماعه ودخلت للخيمه ديالها وبقات زبد في الصوالح ديالو باش توجد له اللي كان مخلي له باه ودسالو. جبدت له واحد الصباط، سبحان ربي واسمو خلف قيد ذاك الصباط، جبدت له واحد الكسوه من الملف، جبدت له من كل حاجه واحد العمامه مكيه. راها تزوق فيه وتبكي، راها تزوق فيه وتبكي. لبساته مزيان، عدلت له مزيان شويه وهي حتى تجيه العوده اللي صيفطها له سيدنا محمد. دايره هاد العوده صيفط لها سيدي من الخيل مطيه صيفط لها سيدي من الخيل مطيه وما وقفت عند بي ولا قايد. سيرة من الوذنين للنشابية وعينيها فزين تتشوش للبال بين الخيل الطير كالروحانية، وعلى ظهر الفرسة لا فرش ورقد. كي قالت له أمه، قالت له الله الله يا ولدي زينت العودة ذي هي، زينت الفرسة ذي هي. أرمى عليها السرش، أضرب لي عليها الجام، وقالت له شوف غادي دروك تعرف كي ندير. قال لي هاش غادي ندير؟ قالت له غادي تركب ايوا وغادي بعد الاولى توريني. اما واسمو نوريك؟ وريني كيفاش ملي يكونوا طاردينك الجهاله، وريني كيفاش تروح تكون انت طارد الجهاله. قال لي هو اضرب التحريكه الاولى أمه صافي، قالت هذا هو التالي انت سيدي على هذا حد ما بيني وبينه. قالت له خلي العودة تهمد. عنقت ولدها وبقات تبكي، قالت له وليدي يا سيدي على هذا هو النهار التالي ما بيني وبينك. كيفاش أمه؟ الطلبي على الملخ فيلطف بيا، دعوة الوالدين في الوالد تنفد، إلا كان أنا حي نرجع شور ما ولا متنا نتلاحقوا في ذيك الدار. ها قالت له أرواح سلم عليا ورخف لي هالصراع وهداها تمهد، كنت عزيز عليك وعزيز عليا ونعمل نيفي شور نيفك ونسند، ودروك عاوت انت راها عاوتك تشمد فيا، كيفاش انت راها تركبك وانا نقعد؟ قال لها بصحيح ما قلتي فيا، واسمحي لي عييت ما فيك نمرمد، والتربيع الملخ فيلطف بيا ودعوة الوالدين تنفد في الوالد.
تودعت معاه سيدي الاعلى راه جاي غادي وراه متبعاه راه 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 تدري من اللي دري ولات للدار نتاعها مسكينه. شوف شوف ربي المقدار اللي غادي يديرو. ولات للدار نتاعها سابت واحد الطعام مسقي هزت واحد اللقمه كلاتها. لما يعني وصلت هنا للكرسي ديالها ما قدرتش تهون اتقيعتها بها بالدم نتاعها. العزوز اش قالت؟ قالت هذه هي السابقه. صافي سيد الاعلى هذا ما حد ما نشوفه، هذه الاولى السابقه لي. اتبع فيه بالعيون السنيه حتى قالت راه راه منين ندري ولدت لدارها حزينه مكويه صابت اطعمها مسقي في مثرد. رفدت القمار ماتها بالغيظيه وحصلت في جوفها ولا بغات تهود. لحقت ليها الماء حضات شموتيه وطارت بيها بدمها قاعده تطرد. اش قالت؟ قالت هذه السابقه سبقت ليا وهذا حد على الاعلى والله الحد. بالفعل السابقه سابقه. أرى أن الصحابة سيد الأعلى راهم يستناوه الفرسان الأبطال حتى قالوا راه راه منين جاي. إيه الصحابة مساكين فرحين به والنساء نتاع الصحابة والبنات نتاع الصحابة يشوفوا هذا سيد الأعلى اللي داروا رسول الله صاحب. الصحابيات راهم يشوفوا وراها العين واعرة. نطقت واحدة من الصحابة يا فلانة شتي هذاك الفارس اللي راه جاي؟ هذاك هو سيد الأعلى اللي حبوا رسول الله وداروا صاحب. أخرى كي قالت ليها تبارك الله كيفاش يبان هذا ياما خصه يندس في وسط القلب بالله عليه. أخرى كي قالت قالت ما باقي شي حد الفرسان كي هذا يركب صافي هذا هو تالي الفرسان. الأخرى قالت عليه عينين المروان. كل وحدة وما تقول بالصحابة كتلوه بالعين. واه العين حق رسول الله قال لك العين تقتل نص من البشر تولوت. أخلط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باتوا الصحابة فرحين به وباتوا عاطينها القرآن العظيم ونشطين. واه لما اصبح الحال الحال اصبح والرب افتح ومن صلى على سيدنا محمد يربح. هما ناضوا وهما يصيبوا الجوه على البلاد مطليه ما يحصي عداد غير لخالقهم. ها الصحابه ناضوا سيد الاعلى ناض تحزم وركب على العوده نتاعو وراهم جايين خارجين للقتال. ملي صبح رب العالمين وسي فيها كل اللي احتك سهل الليل شحال يقتل كما قال الشاعر يقتل 700 مجروحين لعدد. باتوا الصحابة لما ظلمت الظلمة قوم الصحابة يدوروا على المسلمين ولكن الجهالة لعدد. بايتين هكذاك النهار الاخر يا سادات يا كرام عاودنا ذو الجهاد اسمو داروا له حفروا له واحد الخندق. لما حفروا له هذاك الخندق عثر به العود طاح قتلوه. لما قتلوه شكون اللي بقى يتمشى في الصحابه؟ تمشى يلقى سيد الاعلى طايح بحال لا راقد. سيدنا محمد بقى يبكي قال لهم يا الصحابه كي غادي نقولوا احنا لهذه مولات الولد؟ قال يا حبيبي يا محمد يا رسول الله ربنا يعلم. قال لهم ما كاش اللي غادي يقول ليها حتى تجي. قال صحه العزوج راها جايه وتسول على ولدها وما كاش اللي يعطيها الخبر
اللي حتى خلطت الحبيب محمد رسول الله. يا حبيبي يا محمد الولد ديالي، قال لي هالولد ديالك ها هو مات، لكن طلبي غادي نطلب الله يردك شابة صغيرة وغادي تزوجي وغادي تجيبي 10 كما سيد الأعلى ولا أكثر. اش قالت له؟ قالت له يا رسول الله ما كانش هي، كيفاش؟ ما نقدرش نبدل الغير بالبيت العاسد. مشى لي السبع اطلب الله تعالى يخفف عليا حتى انا غادي نموت نلحق ولدي. اطلب ليها سيدنا محمد وشهد ليها وتوفت علي سيدنا محمد ومشاو للجنة. الله يجعلنا ويجعلكم أهل الجنة ومن الناس المحبين، والله يرحم مولاها الكلام اللي قالوه خلاه تاريخ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم يا أيها الجمهور، وهذا الكلام راني كنخليه لكم تاريخ، والحمد لله هو يوذن عليه الظهور. قال له قول الحق ورب العالمين يبين الحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.